اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، واولى وقفاتنا الحواريه في حلقه النهارده من هذا الصباح، واللي هنتكلم فيها عن قضيه الحقيقه بتهم الكثير من الدول والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني، وهو العنف ضد المراه. العنف ضد المراه زي ما عرفته منظمه الامم المتحده، فهو السلوك الممارس ضد المراه والمدفوع بالعصبيه ما يؤدي الى معاناه واذى يلحق المراه في الجوانب الجسديه والنفسيه والجنسيه، وبيعد التهديد بأي شكل من الأشكال، والحرمان والحد من حرية المرأة في حياتها الخاصة أو العامة هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة. في هذا الإطار بينظم مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، بينظم حملة تحت عنوان لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورو متوسطية، بهدف المساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لا تسمح بالعنف ويتصدى للعنف صناع القرار كأولوية سياسية. وللحديث عن هذا الموضوع وهذه المبادرة بشكل أكثر تفصيلا، اسمحوا لي أرحب بضيفتي في استوديو هذا الصباح، أستاذ عبير سليمان الباحثة في قضايا المرأة. أهلا بك يا أستاذ عبير. أهلا بك يا أستاذ عاطف، صباح الخير. أهلا بك. في البداية يمكن أنا قلت تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة، ولكن أحب برضو أسمع تعريف العنف ضد المرأة من وجهة نظر حضرتك بمختلف أشكال العنف ضد المرأة. الحقيقة بتتعدد أشكال العنف ضد المرأة من أول جريمة الانتهاك الصريح الجسدي للمرأة اللي هو المباشر زي الاغتصاب والتحرش وتشويه الأعضاء التناسلية، وصولا إلى أبسط أنواع العنف الشديد اللي أنا بشوفه شديد هو العنف اللفظي، يعني إهانة المرأة، سواء الإهانة كانت لفظ خادش للحياء أو لفظ يدينها أو يسبها أو يرمزها أو يصفها أو ينعتها بشيء الأدنى. الحقيقة العنف ضد المرأة أنا بشوفه فكرة، مجرد فكرة إن أنا أشوف في المرأة أدنى من الرجل على المستوى المساواة الإنسانية، ده في حد ذاته عنف، لأنه بينزع منها حقوقها الإنسانية، الأم، الحق الإنساني، حق أصيل لأي إنسان خلق على الأرض بغض النظر عن نوعه. طول ما إحنا بنعرف نرمز المرأة كمخلوق أدنى في الفكر، فده صحيح. يعتبر عنف ضد المرأة. أفهم من كده حضرتك شايفة أن العنف المعنوي هو أشد تأثيرا من العنف الجسدي على المرأة؟ طبعا، لأنها دايما حتى بتواجه من المجتمع أن أي واجب بتقوم بيه أو أي عطاء بتقوم به هو واجب. أما الرجل إذا قام بدعمها أو مساندتها أو حتى رفض العنف ضدها فهو فضيلة. الحقيقة لا، هو واجب. صحيح. لأن الرجل جزء أصيل في مناهضة العنف ضد النساء بشكل حقيقي، لأنه هو صانع الطفرات معاها. أنا مش هقدر أكون برضو مرمزة للرجل وتبقى نظريتي أحادية. قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي كانوا رجال، وهم اللي نادوا بتحرير المرأة، وهم نادوا بحق المرأة. فإذا الرجال عنصر وضلع أصيل في الدفع وحماية المرأة من السلوك المجتمعي المناهض لها، أو اللي هو بيمارس عنف مبارك. أحيانا إحنا بنستظله بمظلات غير حقيقية بالمرة، سواء كانت شرعية أو عرفية. الحقيقة مظلات لابد لها أن تموت وتوئد. عشان كده سعيدة قوي لا تسامح. احنا في 500 الف في مصر بيتعرضوا لانتهاك وعنف حقيقي، اللي بتتقدم بس للمقاضاه 7000 منهم. دي نسبه كبيره حضرتك شايفها جدا، دي اخر احصائيات على فكره حكوميه. حضرتك شايفه ان في عنف ضد المراه في مصر ما زال بيمارس ولابد من مواجهته. طبعا. ولو نقرنا ده نبقى احنا بنخدع نفسنا. العنف احنا قلنا بيستفحل عند مراحل اعتداء حقيقي وجسدي، يعني ممكن يصل الى القتل او الاغتصاب، وممكن يصل الى نهب الميراث او بعض الامور الاخرى، وصولا الى اللفظي، مجرد الكلمه. هل العنف ضد المرأة حضرتك اضفت حاجه رائعه، المعنوي او الفكري، وصولا الى هذا عنف. تمام. حملة لا تسامح مع العنف ضد المرأة اللي بينظمها وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، وده بيأتي بالشراكة مع ائتلاف أيضا مكون من منظمات حقوق المرأة في دول كتير، لبنان وتونس والمغرب وفلسطين الجزائر الأردن مصر، في مشروع إقليمي لمدة 3 سنين. شايفة أهمية المشروع ده وأهمية حملة لا تسامح مع العنف ضد المرأة؟ الحقيقة مهم للغاية،
خاصة إن الأمم المتحدة آخر إحصائية ليها بتقول إن واحدة من ضمن ثلاثة بيتعرضوا سنويا للعنف بأشكاله المتنوعة، وواحدة من ضمن أربعة بتتعرض إلى عنف منزلي، يعني من زوج أو من أب أو أخ. الحقيقة دي نسبة كبيرة جدا، يعني نسبة من ثلاثة ونسبة من أربعة، يعني العشرة ممكن يبقوا فيهم اثنين أو ثلاثة. يعني بنتكلم نسبة جداً. من 25 ل 30% تقريبا، وهي فعلا 30%. أحسنت. ودي نسبة خطيرة وغاية في الخطورة، إن احنا نقف نقول لا بقى ما نسمحش بده. يعني ازاي احنا نكون في هذه الثوره التحضريه والمعاصره الشديده واللي تخلصت من القبليه ووأد النساء والى الان بنرى ده يطرح سؤال مهم. هل الممارسات العنيفه ضد المراه بتقتصر على طبقه اجتماعيه معينه، ولا هي ليها علاقه بتعليم، بفكر، بثقافة، بعادات اجتماعية وموروثات بنتوارثها عبر الأجيال؟ انتشار العنف بيبقى في أي طبقة أكتر؟ الحقيقة أنا بحييك جدا على السؤال ده، لأن ده هيوضح لنا إيه المستوى اللي وصلت بيه مناهضة المرأة على المستوى العالمي. حقيقي في آخر تقرير في الجرائد الفرنسية ثبتت بالفعل إن هناك أكتر من 300,000 امرأة بتعاني من عنف ضد بشكل حقيقي من أزواجهم. ده داخل مصر؟ دي لا، ده فرنسا. فرنسا ففرنسا دولة متقدمة ودولة عندها يعني رولز وقوانين حادة جدا تقدر أنها تحمي. هناك بيقولوا المرأة دولة. تخيل ان المرأة دولة تمشي على الارض ولكن لم يعفيها هذه السلطة وهذا النفوذ وهذه القوة التشريعية من اعتداء الرجل عليها. لا طبعا، ما فيش طبقة ولا شريحة نقدر نقول إنها منحصرة فيها العنف. قطعا كلما انهارت الثقافات وكلما تدنى مستوى التعليم وخاصة الثقافة، خليني أحط إن هناك غير متعلمين ولكن عندهم تحضر وعندهم احترام للمرأة، ويشهد على ذلك الصعيد. صعيد مصر مفروض غير الميراث، لأن الميراث لنا في ذلك جولات وصولات، وإن احنا ضد هذا العرف الجائر على حق المرأة، لكن هما بيحترموا النساء جدا. وما يعني صعب جدا إن الراجل يضرب ست، ودي بيعتبروها إهانة ليهم هم إن يحصل اعتداء وقلة في الرجولة. الحقيقة هي دي الثقافة اللي احنا نفسنا إن احنا نتبناها. أي اعتداء على امرأة ينتقص من الآخر المعتدي. فالأمر ده لابد له من وقفة حاسمة. التشريع لوحده مش كفاية، احنا عندنا في الفترة الأخيرة تشريعات غاية في الروعة قدرت إنها تدي للمرأة استحقاقات حقيقية على المستوى الفعلي أو التشريعي، لكن مش ده بس كفاية. الميديا والإعلام عليه دور قوي جدا، القوافل الإرشادية والاجتماعية عليها دور قوي جدا. الحالة المجتمعية، السوشيال ميديا وكل وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المناهضة أن المرأة قال حضرتك لو جبت سيرة مساواة على طول بتهاجم من قبل ما تتكلم. حتى فكرة المساواة تم تلويثها. المساواة لا تعني إطلاقا إن أنا ند للرجل أو إن أنا بحارب الرجل إطلاقا. ده من قريب ولا من بعيد. المرأة والرجل مكملين للمجتمع، إنسان كامل فقط. لكن المهام عمري ما هنقدر نناصر المرأة اللي بتترك طفلها وهو رضيع وتنزل مثلا تروح تعمل شوبينج أو تقعد مع أصحابها، عمرنا ما هنقول إن ده حقها إنها تخرج. لا، في حق الطفل، في حق الزوج، في حق البيت، في حق النشأ، كلنا بندعمه، والأم مدرسة. وعلى فكرة دور المرأة المصرية في بناية الجيل دور عريق، احنا مش لسه هننظر له وهنحكي عنه النهاردة. يعني تمام، عايز اتكلم عن الحملة الحقيقة أكتر، حملة لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، والمنهج اللي بتضعه هذه الحملة، المنهج الشامل تجاه العنف ضد المرأة، ومن خلال إطلاق حملة إقليمية لعدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء. فكرة عدم التسامح هنا والتشدد في فكرة عدم التسامح وأهميتها في مواجهة هذه الظاهرة السلبية، العنف ضد المرأة، لابد من عدم التسامح. حضرتك شايفة ده مش بس كده، هو عدم التسامح يعني تطبيق النصوص التشريعية على الأرض. يعني إزاي أنا أعرف المرأة بحقها؟ إزاي أفهمها إيه هي الإجراءات والمسارات اللي ممكن تنتهجها للحصول على حقها؟ يعني دي حملة توعية للمرأة بشكل أساسي، توعية وإيجاد سبل لتعريف المرأة بحقوقها وواجباتها، وإزاي تمشي في مسارات وإجراءات تضمن لها وقف العنف ضدها وتضمن لها استعادة حقها. حضرتك دايما اللي بيأمن العقاب
بيسيء الأدب. بيسيء الأدب. ده على كل المستويات. الجريمة بتتم لأن مفيش عقاب رادع، وبتتكرر لأن بتمر مرور الكرام. طول ما التشريع بيطبق على الأرض الواقع ده بيكون بيحد بنسبة 50 أو 60%، ودي نسبة كبيرة جدا. إلا أصحاب الأهواء المنحرفة أو المتطرفة أو اللي عندهم لوث أو تخضع الأمور إلى عصبية أو ظروف نفسية، ودي ظروف أخرى. ولكن أي شخص عاقل هيعرف إن في جريمة بيرتكبها فيرتضع. البعض أو في آراء تانية المضادة لفكرة عدم التسامح بتنادي ببعض من التسامح وبتنصح بالاستمرار في هذه الحياة من أجل الحفاظ على الأسرة، على الكيان الاجتماعي، على الأجيال الجديدة اللي لابد من تنشئتها تنشئة سليمة بين الأب والأم. حضرتك بتردي عليهم تقول لهم إيه؟ الحقيقة إحنا بنقول التسامح في أي أمور خلافية، لكن التسامح مع عنف إزاي؟ يعني أنا النهاردة لو في زوجة بتتعرض للضرب الشديد المبرح من قبل زوجها، حتى لو الضرب البسيط، الضرب ده بيتطور ممكن إلى جريمة قتل. أنا مش ممكن أسيبها يعني تستحمل عشان ولادها، ولا ما تاخدش إجراء قانوني ضده، لأنه هو شرع في قتلها على فكرة. يعني كون إن هو ما قتلهاش لسه ده لا يعني إن هو إنها باقية على قيد الحياة، إن هي مش في خطر. هي في خطر. الشخص اللي بيمد إيده على زوجته مرة واثنين وثلاثة غير عاقل من وجهة نظري. صحيح. غير رشيد. لابد له من وقفة. إما هي ترى الأمور في ظروف بيتها بشكل وبيتناول مخدرات مثلا أو يعني سفيه، هذا الأمر ممكن يصل ليها ولولادها لأمر خطير. لكن لو طبعا في خلافات على المستوى الاقتصادي، على المستوى المعيشي، خلافات في الفكر، قطعا لازم تعيش ولازم تدبر أمورها. وإحنا عمرنا ما بنشجع على الانفصال، ولا صحيح. عمرنا بنشجع على الاحتراب. بالعكس، الست المصرية بتصبر وبتعشش وبتحاجي على أولادها وبيتها. وعلى فكرة الستات المصريات بيستطيعوا بشكل حقيقي يأثروا في أزواجهم. يعني ممكن الزوج يكون عنيف، هي تعرف إنها تمتص غضبه، تعرف إنها تبلور حياتها معاه بشكل أفضل، وده إحنا بندعو ليه جدا. ودي طبيعة المرأة بشكل عام. الحكمة وظيفتنا موجودة. ولكن إذا ضربت أو تم سحلها أو تم طردها أو إهانتها في الشارع أو صحيح. أو ضربها صديق، إيه الأثار الصحية المترتبة على العنف ضد المرأة سواء الجسدي أو المعنوي؟ الحقيقة إحنا بنخلق مارد. المرأة إنسان، ما هياش مثلا ملاك نازل بجناحين عايش في وسطينا رغم كم العطاءات اللي هي بتديها. إحنا بنخلق جواها مارد. الورد ده قد يكون هو اللي ينقلب على الأطفال. يعني ممكن هي تربي أولادها بشكل خاطئ. قد يصل الأمر إلى الخيانة فتنهار العلاقة الزوجية بشكل مغاير. صحيح. إحنا هيبقى شكلنا عندنا أسرة لكن هي مخوخة. عمر ما في ست بتسامح في الضرب، حتى لو ادعت إن هي بتسامح بيفضل في رواسب نفسية بتنتقم لكرامتها في وقت لاحق. هي إحنا مش عايزين انتقام، ولا عايزين الراجل بعد كده يبقى تحت إيد الست في سن الكبر وتنتقم وتخلص منه القديم والجديد. الحقيقة أنا مش حابة ده، لأن إحنا مفروض علاقتنا ببعض تكون أسمى، خاصة في منظومة مقدسة زي منظومة الزواج. حتى المنظومة الأسرية، الأخ مع أخته، دي أختك حتة منك، ما كنتش أنت تبقى حاميها من أي ضرر. مين اللي حميها؟ الأب مع بنته. إزاي تجوزها في سن مبكر كأن يعني طفلة؟ إزاي تجعلها امرأة وهي لا تصلح أن تكون امرأة الآن؟ والتعامل معها كسلعة ليس أكثر. بالظبط كده. وحتى لو مش سلعة أنت دايما خايف من العار. ده يخلينا نقول الأثار برضو المترتبة على الأطفال أو الأجيال الجديدة أثار غاية في الخطورة. أولا سبق بالإحصائيات الفعلية أن الطفلة اللي بتتجوز في سن مبكر بتكون عنيفة جدا مع أطفالها، ما بتكونش حنينة. يعني تكون فاقدة القدرة على التحكم في أعصابها. غير كده أنها في الأغلب الأعم بتعجز بدري، يعني مش الحقيقة مش زي ما بيقولوا أنها بتبقى، لا بتجيلها أمراض بدري، أمراض الشيخوخة بدري. غير كده أن أنت بتهدر حقها كطفلة، حقها في التعليم، حقها أنها تدلل وتكون هي اللي تحت كنف راعي مش هي اللي ترعى. هي غير مكتملة معنويا وغير ناضجة فكريا وغير مكتملة بيولوجيا. يعني حتى على المستوى البيولوجي
لا تستطيع الإنجاب حتى لو كانت مكتملة أنثويا. الحقيقة لازم تكون قادرة بيولوجيا وقبل بيولوجيا معنويا نفسيا، إزاي تكون فكريا قادرة تربي نشأ بشكل صحيح وبشكل سليم، مش تجيبه وتعمل معاه بعض الممارسات غير المهنية أو غير التربوية. يعني إحنا بنعاني دلوقتي من بعض الانحدارات المجتمعية اللي ليها علاقة بالتربية والنشأ. الأم هي الحصن الحقيقي لخروج لينا أجيال، والمرأة اللي بتتعرض لأي عنف سواء كان بتشويه أعضائها التناسلية، أكتر السيدات اللي بيقومن بعمل الختان لبناتهم بيكونوا فعلا اتمارس ضدهم عملية الختان. صحيح. يعني العنف مورث بشكل لا إرادي، في اللاوعي بتبدأ إنها تمارس، اللي بتضرب وهي صغيرة بتضرب ولادها. صحيح. إلا من رحم ربه. صحيح. ده وهنا بيجي أهمية دور مثل هذه الحملات. صح. في توعية سواء الرجال أو السيدات بخطورة قضية العنف ضد المرأة، ولكن دور الحكومات من جانب، ودور الأسرة نفسها من الداخل من جانب آخر، ماذا عن هذين الدورين، دور الحكومات ودور الأسرة من داخلها؟ الحقيقة أنا بتمنى من الحكومة أن ترعى هذا الأمر بشكل حقيقي كمشروع قومي. المرأة هي عصب المجتمع، وكوني إن أنا أحميها حماية مؤكدة بنشر وعي جمعي. حضرتك عارف إن في ثقافة أجيال، يعني في مجتمع أو في مرحلة بتحترم المرأة وتلاقيها وصلت إلى مناص وإلى مراتب وإلى مستويات اجتماعية عليا حتى على المستوى المعنوي، زي أيام الفراعنة ما كانش في حاجة اسمها ست وراجل، الملكة كانت بتحكم من غير ما يشعر الرجل اللي تحتيها إن في إهانة لرجولته، وكانت صعب جدا تمارس عليها الضرب أو الإهانة أو بعض النيل من كرامتها، هي ليست الأدنى. الحقيقة ده دور الدولة إنها ترعى هذا الأمر كمشروع قومي وتضع الكوادر النسائية الميدانية. الحوار المباشر، يعني حتى في الباحثين هيعرفوا الأمر ده، إحنا لما بنعمل استبيان بيبقى أفضل نتائج هي اللقاء المباشر. اللي هو أنا لما أقابل الشخص بشكل حقيقي، مش بس أوزع استمارات أو يملاها على الفيسبوك أو يملاها عبر وسائل الاتصال، أنا لازم أشوفه. النون فيربال كوميونيكيشن والفيربال كوميونيكيشن، الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي، مهم جدا ان هو يدي انديكيشن او يدي تصور للباحث. الحقيقه احنا محتاجين قيادات نسائيه ميدانيه حقيقيه تحتك بالشارع المصري، خاصه الاماكن المهمشه. غير كده حضرتك اشرت الجانب الاسري. الحقيقه احنا بنربي اولادنا غلط تماما. البنت دايما بنيجي عليها بنميز الولد عليها، وده تمييز خطأ، لان هو بيكبر بعد كده بيميز ولاده عن بعض. صحيح. وبينتج عن ذلك برضو ممارسات ترميزية وتمييز دون ان نقصد، ونتوقع كده ان احنا بنحمي الولد او بنربي البنت عشان خاطر نحطها في كفر. الحقيقة لازم اسلحها ان هي زي الراجل، ان هي بره البيت لازم تمارس حياتها بشكل صلب وبشكل مسؤول وقوي. بلاش. صحيح. فكرة الحرمة او العار او الدونية اللي احنا بنصبها لبناتنا. التربية هي اهم حاجة، التربية اهم من التعليم. صحيح بالتأكيد، والأسرة هي الأساس في مواجهة هذه الظاهرة. في النهاية أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبير سليمان، الباحثة في قضايا المرأة، بشكرك على هذا الحوار الشيق والممتع، وأتمنى لقائك إن شاء الله في حلقات في حوارات جاية إن شاء الله. بشكرك. ومشاهدينا الكرام، انتهى حوارنا، ولكن ما زالت الحلقة مستمرة، وده معاد أخبار الاقتصاد مع شهاب شعلان، ونرجع لكم في استكمال الحوار.